عليه الصلاة والسلام قال نفس المعنى حينما سئل عن خير الصدقة، خير الايه؟ الصدقة. خير الصدقة. النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الصدقة أن تتصدق وأنت شحيح. وأنت مش معاك. ده أنت طلعت كل اللي تمتلكه من الدنيا صدقة، تصدقت بيه. إنما لو واحد ميسور ومعاه، لو الأجر، عشان بس أنا آسف المشاهد الكريم ما يفهمهاش خطأ، الأجر موجود لكن ده أجر أعلى. بس أفضل، أفضل منه اللي هو ما عندوش وبيطلع، ده متهيألي الثواب بيكون يعني أعظم، فثواب العمل في رمضان أعلى. عشان كده أنا باخد القيمة دي وأطبقها على العمل في شهر رمضان. شهر رمضان يا أخوانا الكرام شهر عمل. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لو احنا بس رجعنا كده السير وكتب السير، سنجد ان يعني الفتوحات الإسلامية ومعظم الانتصارات والغزوات كانت في شهر رمضان الكريم، وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صائم، ومع ذلك لم يمنعه الصيام، أو لم يكن الصيام مدعاة للكسل ومدعاة للتواكل، ويمكن ما كانش على أيام سيدنا النبي ما نحن فيه من طرف الحياة ومتع الدنيا اللي هي أحيانا إحنا بنشغل بها. صحيح. يعني أنا آسف في التعبير، رمضان ليس شهر نوم وكسل وإن أنا أخد النهار بتاع رمضان معظمه كده نايم، لا، ده احنا عايزين نري ربنا من أنفسنا قوة. أنا آسف أخرج عن الموضوع. زمان وأنا طالب في كلية أصول الدين كان عندنا أستاذ يعني يرحمه الله إن كان في عداد الأموات ويبارك ربي في عمره إن كان حيا يرزق، كان قال عبارة جميلة جدا، قال يا أولاد أنا حكولي مرة عن رجل صالح، ومن كتر الكلام اشتأت لرؤية هذا الرجل، فاستحبوني لرؤيته، فوجدته قاعد على أريكة مريحة، يعني كنبة جميلة كده متنجدة تنجيد فاخر وقاعد مرتاح. وما كانش الكلام ده اللي بحكيه ده كان وأنا طالب في الكلية، كنا في التمانينات، فترة طويلة، في 82-83، لأن يعني الهيئة وإن كانت هكذا إلا أني يعني عجوز السن يعني. فبيقول لما رحت لقيته قاعد مرتاح قاعدة مريحة، ووجدت حواليه بعض إخوانه اللي بيخدموه، واحد كده شايل له المية الساقعة، وواحد شايل له صينية الأكل، واحد بيهفف عليه، ما كانش فيه التكييفات والمراوح. فبيقول أنا خرجت من عنده وعندي انطباع، وقلت للي خدني عنده، قلت له يعني هو ده اللي أنت بتقول عليه إنه بينه وبين ربنا كده حاجة حلوة يعني؟ قال له لا يا أخي، أنا عايزه ينزل ويركب وسيلة مواصلات مزدحمة بالناس، واسمح لي في التعبير، قال واحد كده يدوس على رجله أو يخبطه كتف ونشوف رد فعله مع الناس. فعشان كده الصائم مش اللي هو بيعزل نفسه عن المجتمع في ساعات الصيام، ده احنا عايزينه يحتك بالناس ويرى أثر الصيام على أخلاقه على تصرفاته عشان